d'être parmi vous afin de partager avec vous mon expérience en tant que praticien et en tant que médecin gestionnaire. C'est un sujet qui me tient à cœur, car pour la simple raison que l'handicap, il sévit au niveau de la famille marocaine avec un double fardeau, un fardeau financier et un fardeau psychologique. Donc l'objectif de cette journée, c'est assurer une insertion socio-professionnelle. Donc j'anticipe pour certains une réponse. Assalamu alaikum, ana Zainab Naji, mas'oulat mwakabat al-jamiyat wa sharikat في إطار إدماج أشخاص في وضعيات إعاقة في تشغيل. اليوم درنا واحد لقاء تواصلي مع الفاعلين الجمعيين ومع لي زاكتور بوبليك باش نخبروهم على ابتداء مشروع اللي غيكون فيها 18 شهر، الهدف ديالو هو إدماج أشخاص في وضعيات إعاقة كيف ما كان نوعية الإعاقة ديالهم في الشغل، سواء التشغيل المأجور يعني لومبلوا سالاري ولا التشغيل الحر. علاش هذا المشروع؟ هذا المشروع جاء ابتداء من واحد الخلفية واحد المعطيات ديال الجروب إيماج، لأننا حنا خدمنا في سنوات عدة في إطار الإدماج المهني، وأن واحد لو كونستا أن كاين واحد الخصائص كبيرة، خصوصا من خرجات لونكيت ناسيونال في 2014 اللي كتعطي بأن ديجا أن المغاربة عندنا 6.8% أشخاص في وضعية إعاقة، معناتها أن في كل على ربعة الأسر كل أسرة فيهم عندها شخص في وضعية إعاقة، وهاد الأشخاص 52% فيهم ما عندهمش عمل. يعني هذا يعني ان الاشخاص في وضعيه الاعاقه عندهم لو تو دو شوماج 6 ديال المرات اكبر من المستوى الوطني، لذلك قررنا التدخل، والتدخلات كانت عندنا عديده في العاصمه الاقتصاديه اللي هي الدار البيضاء، ولكن هذه المره قررنا نخرجوا من الدار البيضاء باش نوصلوا ليكسبرتيز ديالنا لشركاء وحده اخرين مدن وحده اخرين، وجا الاختيار في اقليم خريبكا. دونك مدام زينب، بوركوا خريبكا؟ لماذا خريبكا؟ اقليم خريبكا. واش هما فو فيزي لو سي بي مثلا؟ حيت كاينه امكانيات ديال لو سي بي مثلا؟ ان فيت ماشي كان فيزي لو سي بي، مي اذا كنتو كتعرفوا ان الكوبا ايماج عندنا واحد لو سونتر اللي هو سونتر مو، هو سونتر ديال ريادابتاسيون فانكسيونيل اللي كاين في فوسكورا، وبشراكه مع لو سي بي فتحنا واحد المركز ثاني اللي هنايا في خريبكا. لذلك قلنا علاش غادي نخليو الخدمات ديال الكوبا ايماج في خريبكا محصوره على الجانب الطبي، وبغينا ناسوسيو اوتور ديال هاد السونتر خدمات اجتماعيه، يعني فيها الادماج المهني والادماج الاجتماعي لاشخاص في وضعيه الاعاقه. دونك شنو هما لي شكون هما لي سيب ديالنا؟ السيب ديالنا هما جميع الاشخاص في وضعيات اعاقه كيفما كانت اعاقتهم في اقليم خريبكا. مع من غادي نخدمو؟ غادي نخدمو اولا مع المجتمع المدني، يعني جميع واقولها جميع الجمعيات الفاعله في الميدان، الفاعله في الميدان، ادماج الاشخاص في ادماج الاشخاص في السوق المهني في وضعيات اعاقه في اقليم خريبكا. نخدمو اوسي مع لي زاكتور بوبليك، يعني لونتري ناسيونال، يعني لارافيك، يعني ان دي اش، يعني لا تاس، جميع لو سي بي نو، لو سي بي حتى هو، وغادي نخدمو مع الشركات في اطار اولهم شركات مونغ ديال لا سي جو ام، حيت كاينه التمثيليه ديال لا سي جو ام اقليميا في نيملا خنيفرة، غتكون عندنا خدمه معاهم لانهم هما ديجا كانوا شركاء ديالنا في بزاف المشاريع في كازا بلانكا. في إطار استمرارية في الشراكة غادي نخدمو معاهم ونخدمو مع جميع الشركات. تنظن بأن اتحاد المقاولات كانت حاضرة اليوم الممثلة ديالهم في هذا اللقاء؟ إذا كاينة إمكانية ديال التعاون. كاينة إمكانية، كاينة أون سورتي، لأنهم دائما كانوا مرحبين بالتعاون ودار بزاف الحوايج مع الاتحاد العام للمقاولات. واش يمكن لينا نتفائلوا أستاذة زينب، واش يمكن لنا نتفائلوا بإمكانية النجاح ديال هذا المشروع؟ اعطيني لي زاتو فافورابل على سبيل ديال هاد الغونكونتر اللي درنا، هاد اللقاء التواصلي، بان لي ان هاد البروجي سي ان بوزوان، كان واحد الانتظار. مدينة خريبكا كانت كتعيش تحس بالاقصاء، وحنا اصلا في الدار البيضاء في المركز ديالنا الاجتماعي كانوا كيجيو عندنا ناس وضعية اعاقة من خريبكا لتلقي الخدمات، اذا هاد لا بروكسيميتي اللي كانت كان مرحب بها من جميع الفاعلين، وانتظارات كانت كبيره. انتظارات اعطيني الامكانيات ديال النجاح. امكانيات عندنا فاعلين جمعويين في اقليم خريبكا اللي هما فعاله،
اللي تلاقينا بهم وتواصلنا معهم ومازال غيكونوا لقاءات تواصليه معهم. ماذا عن الفعل الاقتصادي؟ الفعل الاقتصادي ديالنا لاكور ديالنا سي جو غادي تموبيليزي لي زونتربريز ديالنا، وعاد كاينين فاعلين اقتصاديين اللي ماشي مونبر لا سي جو اللي غنخدموا معاهم واللي ديجا ايدونتيفيناهم. ماذا عن الانديهاش المؤسسات العموميه اللي عندها نفس الاهتمام؟ الانديهاش الى كنت شفتي في التواصل كنلقاونا في كونتخيل ناسيونال اللي هما ديجا عملوا على التفاعل ديالهم التام والموافقه ديالهم التامه، وحتى لاناقيك قالت بان عندها خصائص في ليكسبيرتيز المواد اللي كتشخص ولي تعاقه في الشغل في التشغيل. مدام زينب اعطينا تقييم ديالكم بشكل عام لهذا اللقاء في التفاعل مع التدخلات. اول حاجه التقييم ديالي في نقص الحضور، تفاجئنا احنا بعدد الحضور لان عدد الحضور كان ما يجهز 100 ممثل وكان حضور زعما جيد بالنسبه لاننا احنا الكومبانيوش اول مره غادي يخدموا في خريبكا وكان هذا التفاعل ديال الحضور. ثانيا التفاعل ديال ما يخص المشروع كانت كان يعبر عن كذا، كاين بزاف ديال الناس اللي من بعد تقديم ذاك جاو اتصلوا بيا وعبروا وخدينا ديجا مواعيد ديال العمل. يعني انا كنظن ان بزاف الخدمه قدمنا دي زاكتور موتيفيتي وبيان سور افيك لا موتيفاسيون افيك ليكسبيرتيز ما يمكنش المشروع ما يجيش. نعم، اذا كان ممكن تقدمي لي الاطور اللي كانت حاضره اليوم اللي اثرت هذا اللقاء. اليوم كان حاضر معنا لو ديريكتور جينيرال يعني المدير العام ديال فايماس، كان حاضر معنا المسؤول عن خزينة ديري سي سا ديجي مسيو سنتيس هو اللي كان حاضر، كان حاضر مسيو إيدير اللي هو المسؤول المالي ديال فايماس، كان حاضر مسؤول القسم الاجتماعي هو رشيد، كان حاضر أنا، كان حاضر مسؤول إيدير ممثلات شارجي دابوي دي زونتربريز وديال لي زاسوسياسيون. يعني أنا كنواكب مع لي زونتربريز إضافة لسميتها رجاء تازي اللي هي شارجي ديال الكوميسيون لابيل في لا سي جو ناسيونال. نعم، كان معنا مسؤول على لونتخي ناسيونال، مسؤول على أيضا على لو ميدسان دو كان عندنا ديال السونتر مور. نعم، اللي غادي يكون في هذا لو سونتر اللي قلت لك غادي يتحط في خريبكا. كانوا ممثلين على جمعيات كانوا ممثلين على الكوميساريا او بلان. شكرا على سعه تدريكم. جورنال اصوات، ميرسي. اصوات خريبكا، شرفينا اننا نحضروا كفاعلين جمعويين في هذا اللقاء هذا. بطبيعه الحال اللي كنتسناو منه واحد المجموعه ديال المخرجات، اولها وهو ادماج المعاق بشكل فعلي. ملي كنقولوا ادماج المعاق بشكل فعلي ناعمه نقول، لانه واحد المجموعه ديال المساطير واحد المجموعه ديال المذكرات واحد المجموعه ديال القرارات اللي نزلت ولكن بقات حيزه الرفوف ولم نشهد لها تطبيق. لذلك نسعى من خلال هذا اللقاء هذا الى وضع يعني واحد الاستراتيجيه اللي تمس المعاق في الصلب، وواحد الاستراتيجيه اللي يعني ملي كنقولوا ادماج المعاق في الشغل خصو يتعطى حقه كانسان، خولوا له الدستور وخولوا له يعني انسانيته كانسان انه يشتغل وانه حتى هو يقلب على واحد المورد ديال الرزق، وحتى هو يدير اسره ويدير وليدات ويدير المستقبل ديالو. ايضا كنتمناو من الشركاء الاقتصاديين والفاعلين بالمنطقه على انهم يعني ياخذوا بعين الاعتبار هذه الفئه هذه، لانها فئه مهمه عندها وزنها وعندها عندها يعني واحد المكانه داخل المجتمع. طبيعي لا باز دي دوني تجيب لنا سي في تير ترو بوان با اي بي ابري اون سي روندو كونت كو سي با لابروش. لابروش نو بو با اتر سا، يل فو اكومباني اوسي لي زونتربريز. شكرا سي زواوي الاعلامي الانتميز اللي تيواكب كل المحطات وكل المستجدات على مستوى الاقليم. اولا لابد ان احيي واشكر المنظمين لهذا اللقاء اللي تيستهدف واحد الفئه مهمه من المجتمع المغربي، والاكثر من ذلك هو ان اقليم خريبكا نسبه الاعاقه فيه تتجاوز 5% اي تتجاوز المعدل الوطني، وهذا مستجد لابد ان نقف عنده ولابد ان ندق جرس الخطر وناقص الخطر. هذه الفئه مهمه ولا بد ان نشتغل جميعا من اجل ادماجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وانها تحس بالكرامه ديالها وبالمواطنه ديالها. اولا نبدا نشكر كذلك الوداديه المغربيه للاشخاص ذوي الاعاقه على هذا اللقاء.
انا اعتقد انه هذا الاستراتيجي ولا هذا المشروع ديال 18 شهر ما يمكن ينجح الا من خلال ثلاثه العناصر. العنصر الاول لابد انه السياسه العامه الحكوميه انها تدرج هذه الفئه في كل المشاريع ديالها، ليس فقط على المستوى القطاعي ولكن بشكل مندمج وفيه نوع من الالتقائيه. العنصر الثاني واللي اساسي سنعتقده مهم هو المقاربه التربويه. ما يمكنش نشتغلوا على هذا الملف دون مقاربه تربويه ودون استراتيجيه في اطار في قطاع التربيه والتكوين لهذه الفئه الاساسيه، لانه المواكبه ديال الطفل اساسيه، لانه هذيك العقد تتبنى عند الشخص اللي في وضعيه اعاقه تتبنى في سن صغير، وبالتالي لابد ان تكون عنده واحد المقاربه السباقيه اللي في هذا المجال. الملاحظه الثانيه هو بالنسبه للجماعات الترابيه، اعتقد انه هذه الفئه ما تهمش فقط سياسه العمل الحكوميه، هو لابد انه الجماعه الترابيه تكون في قلب هذا المشكل، لانه الفاعل المحلي اساسي، اولا من خلال الاحصاء او من خلال القرب، من خلال التتبع، من خلال المواكبه، وكذلك من خلال خلق برامج محليه لتستهدف الفئه. انا مع الاسف ومؤسف جدا ان ما تلقاوش في غالب الاحيان جماعات تتفاعل مع هذه الفئه. كاين يوم وطني، كاين يوم عالمي، كاين مشاريع، كاين برامج، ولكن ما تتبعش. الجانب الثالث والمحور الثالث والمحدد الثالث ان صح التعبير هو المقاوله او الاطار الاقتصادي. الاطار الاقتصادي او الفاعل الاقتصادي. الفاعل الاقتصادي مهم جدا. اعتقد انه اليوم المغاربه مطالبون باش يمارسوا واحد النوع من السخاء. الامن الاقتصادي ليس هو الاهم، الامن المالي ليس هو الاهم، ولكن الاهم بالدرجه هو الامن الاجتماعي. لا بي سوسيال. لا بي سوسيال، لا بي سوسيال ما يمكن تبنى الا من خلال السخاء ومن خلال المساهمه تاع الفاعل الاقتصادي في كل القضايا. لابد من اعاده التموقع ديال الفاعل الاقتصادي في قلب المجتمع. اليوم هناك هو ما بين طبقات اللي تعاني من الحرمان وتعاني التهميش وتعاني الاقصاء، ومن فئات اللي مفروض فيها انها تكون عندها واحد نوع من المعالجه لكل هذه القضايا. طبعا سي سعيد المسكيني، كتقييم اخير واللي بغيتك انا تعطيني امكانيه نجاح هذا المشروع، اولا واش كاين شي امكانيه؟ اعتقد انه دائما السياسي وبطبعه متفائل. الايجابي اليوم شنو هما لي زاتو اللي كاينين فافورابل بيان سور بور لو بروجي؟ الايجابي اليوم طبعا نتكلم الايجابي الايجابي اليوم هو النقاش المفتوح والنقاش الصريح والوضوح وسعه الصدر حتى الولاديه. الجانب امكانيات النجاح، اعتقد انه امكانيات النجاح ستبقى محدوده الا ما تمش اشراك الفاعل السياسي، ولا ما تمش اشراك الفاعل الاقتصادي، ولا ما تمش المجتمع المدني. المجتمع المدني في مقاربه وفي معالجه الملف اللي سنعتبره اساسي ومحوري في كل نموذج تنموي اللي يمكن نعيشه على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي. سي سعيد المسكين، شكرا على سعه الصدر ككاتب اقليمي للاتحاد الشراكي. شكرا.